وقد اختلف أهل العلم في حكم سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أقوال، بعد إجماعهم واتفاقهم على أنه لا يجوز سب أحد منهم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فإن النهي ينتظم جميعهم ويشملهم كلهم، فكل من كان صحابيا فلا يجوز سبه ولا التعرض له بنقص أو ذم أو عيب. واختلفوا في مرتبة هذا الذنب على أقوال، فمنهم من قال إن من سب جميع الصحابة إلا نفرا قليلا فهو كافر، ومنهم من قال إنه لا يكفر لكن يجب قتله، ومنهم من قال لا يقتل بل يجب تعزيره بما يردعه عن هذا المسلك، ومنهم من فصل فقال من سب عائشة بما برأها الله تعالى منه فهو كافر، وهذا لا إشكال فيه، هذا القول لا إشكال فيه إن من سب عائشة بما برأها الله منه فإنه مكذب للقرآن العظيم. ومنهم من قال إن من سب أبا بكر وعمر يكفر بخلاف غيرهما، وفي المسألة أقوال دائرة على الكفر والكبيرة من الكبائر، يعني إما أن تكون كفرا أو كبيرة من كبائر الذنوب، وإذا كان لعن المسلم عموما من الكبائر التي أطلق النبي صلى الله عليه وسلم عليها وصف الكفر، فكيف بسب أشرف وأعظم أهل الإيمان وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والذي يظهر أن السب يختلف حكمه بما يقترن به، فقد يكون كفرا وقد يكون دون الكفر، لكن يجب تعزير الساب حتى يكف عن النيل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون من التعزير القتل لمنع هذا الشر وهذا الفساد. والمرجع في هذا إلى نظر من إليه النظر من القضاة وأهل الحكم، فيفعلون ما يصلح به الناس ويستقيم به أمرهم. إذن حكم السب محرم بالاتفاق، والأدلة على هذا كثيرة. أما ما يتعلق بمنزلة هذا من حيث مرتبة الذنب هل هو كفر أو دون ذلك، فيه خلاف أشرنا إلى شيء منه، ومن أفضل من كتب في ذلك بسطا وتفصيلا السبكي رحمه الله في الفتاوى، فقد كتب في ذلك كلاما نافعا وجمع فيه أقوال أهل العلم من أصحاب المذاهب وغيرهم، فهو أوسع من تكلم في هذه المسألة ممن وقفت عليه. يقول رحمه الله: حب الصحابة كلهم لي مذهب، أي طريقه وهدي، وقد دل على ذلك الأدلة تقدم بيان ذلك. قال: ومودة القربى به أتوسل. مودة القربى، المودة هي خالص المحبة، المودة هي خالص المحبة، والقربى المقصود بهم أهل بيت النبوة رضي الله عنهم، وأهل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهم حقوق يتقرب أهل السنة والجماعة بها، من ذلك محبتهم وولايتهم والذب عنهم ومعرفة منزلتهم وإعطاؤهم حقوقهم التي فرضها الله لهم من الفيء وغيره. وقد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم برعاية حق أهل البيت، كما في حديث زيد بن أرقم في قصة غدير خم، وفيه والحديث في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي، وإني تارك فيكم ثقلين كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا به واستمسكوا، وحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، كررها النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثة. فكتاب الله مما تركه النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة، وأهل بيته مما تركه النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، فيجب حفظ النبي صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، وأهل بيت النبوة هم أشرف البيوت، كما دل لذلك ما في الصحيح من حديث واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى كنانة، واصطفى من كنانة بني إسماعيل، واصطفى قريشا من بني إسماعيل، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم، فهو صلى الله عليه وسلم خيار من خيار. والاصطفاء يدل على الاجتباء والعلو وارتفاع المنزلة، فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن خصوصية هذا البيت في أحاديث كثيرة، فيجب حفظ حق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البيت. وأهل البيت لهم حقان: الحق الأول حق سائر أهل الإيمان، كما قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، إلى آخر ما ذكر، فلهم حق الإيمان من الولاية والمحبة وسائر ما يكون للمؤمنين. ويزيد فيهم حق آخر
أو لهم حق آخر وهو حق قرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم، فتجب محبتهم لله ومحبتهم لأجل قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيما إذا ثبت قربهم. وأهل البيت هم آل علي وآل العباس وآل جعفر وآل عقيل، كما قال زيد بن أرقم رضي الله عنه لما سئل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاختلف أهل العلم هل هن من أهل بيته أو لا على قولين، هما روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله. القول الأول والرواية الأولى أنهم ليسوا من أصحاب من أهل بيته، وهذا ما ذهب إليه زيد بن أرقم رضي الله عنه. والثاني أنهم من أهل بيته، وهذا هو الصحيح من القولين، يدل عليه كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما كتاب الله تعالى فقول الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فإن هذا الكلام ذكره الله تعالى في سياق ما أمر به زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الحفظ والصيانة والقرار بالبيت وعدم التبرج وما إلى ذلك، فعلل الله تعالى، ذكر الله جل وعلا علة الحكم، علة تلك الأوامر، فقال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. ولا ريب أن المقصود بهذه الآية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فدلت الآية على أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته. وكذلك أطلق الله جل وعلا وصف الأهل على زوجات الأنبياء كموسى وإبراهيم وغيره، فكيف يكون زوجات الأنبياء غير النبي من أهله وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم لسنا من أهله؟ ذكر الله في موسى عليه السلام فلما سار بأهله آنس من جانب الطور نارا، وأهله هي زوجته، فإذا كان أهل موسى زوجة موسى من أهله فكذلك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من أهله. وأما السنة فما في الصحيحين من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم كيف يصلون عليه فقال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، وهذا في الرواية المشهورة اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، وهذه الرواية في الصحيحين من حديث أبي حميد السعدي رضي الله عنه، فدل ذلك على أن أزواجه من أهله. ما الجواب عن الحديث الصحيح عند أحمد وأصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الكساء على فاطمة والحسن والحسين وعلي وقال اللهم هؤلاء بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا؟ هل هذا الحديث ثابت؟ الجواب نعم ثابت، ومن حديث أم سلمة رضي الله عنها وهو حديث ثابت وجاء عن غيرها، لكن هذا الحديث لا يعارض ما دلت عليه الأحاديث الأخرى، فيقال أهل بيته على وجه الخصوص هم بناته وأولاده ومن نص عليهم فاطمة والحسن والحسين وعلي، ويدخل فيهم أيضا زوجاته لدلالة النصوص الأخرى، وهذا لا غرابة فيه، فإن الله تعالى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يقوم في أول مسجد أسس على التقوى وهو مسجد قباء، كما قال الله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، وهذا في قباء لا إشكال فيه. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المسجد فأشار إلى مسجده الذي في المدينة، فالجواب أن كلا المسجدين أسس على التقوى من أول يوم، فورود الآية في مسجد قباء لا ينفيه عن مسجد المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن مسجد المدينة يدخل في هذه الآية. فكذلك زوجاته صلى الله عليه وسلم هن من أهل بيته بدلالة القرآن وبدلالة السنة، ولا يعارض هذا ما دل عليه حديث الكساء حديث أم سلمة. ونحن نناقش في هذا أو نقرر هذا حتى يعلم أن قوله رحمه الله ومودة القربى بها أتوسل يدخل فيها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فإن مودتهن ومحبتهن محبة إيمانية مما يدخل في محبة أهل البيت الواجبة، وبه يرد على الرافضة الذين يذمون بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بل يتهمون عائشة بما يتهمونها به مما برأها الله منه. ثم قال رحمه الله ولكلهم أي لجميعهم، لجميعهم جميع الصحابة رضي الله عنهم وجميع آل البيت قدم علت وفضائل، وفي بعض النسخ قدر علت وفضائل، والقدم هي المنزلة والمكانة ك
كما قال الله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم قدم صدق عند ربهم، أي منزلة رفيعة عالية. وقوله رحمه الله علت، أي سمت وارتفعت، وذلك لما حازوه من شرف الصحبة وشرف القرابة. شرف الصحبة مكتسب، وشرف القرابة موهوب قدري غير مكتسب. فلا يمكن أن يكون إنسان من القربة مهما عمل إذا لم يكن من آل علي أو آل جعفر أو آل عقيل أو آل العباس. أما الصحبة فإنها تحققت لكل من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به وما تعالى ذلك. قوله رحمه الله: وفضائل، فضائل على وزن فعائل، وهو من جموع الكثرة، ويدل على كثرة فضائل الصحابة وكثرة فضائل آل البيت رضي الله عن الجميع. وفضائل الصحابة وآل البيت وردت على نحوين: نحو مجمل عام، ونحو خاص، إما بفئة منهم أو بأفراد. أما العام فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد: لا تسبوا أصحابي، هو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا فضل ينتظم جميع الصحابة رضي الله عنهم. وأيضا قول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذا فضل للمهاجرين والأنصار المتقدمين منهم في الهجرة والنصرة. ومن الفضائل الخاصة التي تخص فئة من الصحابة ما جاء في هذه الآية التي قرأناها، فإن فضلها في السابقين الأولين ليس في جميع الصحابة. أما العامة في مثل قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، فهذه تصلح مثال للقسم الأول، وهو الفضل الذي جاء عاما لا يخص فئة منهم. والقسم الثاني من الفضائل ما كان خاصا، وشاهده في قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فهذا فضل خاص بالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. وكذلك قول الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى، فهذا فضل خاص بفئة منهم. وكذلك جاءت فضائل للمهاجرين وفضائل للأنصار، جاءت فضائل لأصحاب أعمال كأصحاب بدر وما أشبه ذلك من الفضائل التي تخص فئة منهم. وجاءت فضائل خاصة بأفراد كالفضائل التي جاءت في أبي بكر وفي عمر وفي عثمان وفي علي وفي العشر المبشرين بالجنة وغير ذلك، فهذه فضائل خاصة. وقد ألف في ذلك مؤلفات، منها كتاب الفضائل، فضائل الصحابة للإمام أحمد رحمه الله. ثم قال رحمه الله: لكنما الصديق منهم أفضل. بعد أن أثبت الفضل للجميع بين أعظمهم فضلا وأسبقهم منزلة، قال لكنما، لكن هنا استدراك، وما زائدة: الصديق منهم أفضل. الصديق هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهذا علم، هذا لقب، لكنه إذا أطلق لا ينصرف إلا إلى أبي بكر رضي الله عنه صديق الأمة، ووصف بذلك لعظيم تصديقه النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: لكنما الصديق منهم، أي من الصحابة وآل البيت، لكن هو من الصحابة رضي الله عنهم، لكن الكلام في فضائل الصحابة، ومن الصحابة من هم من آل البيت. لكنما الصديق منهم أفضل، أي متقدم عليهم جميعا في الفضل والسبق. وأدلة هذا كثيرة، فإنه ما من فضيلة ثبتت لأحد من الصحابة إلا وقد ثبت لأبي بكر رضي الله عنه نظيرها أو ما هو أعلى منها. ما من فضيلة ثبتت لأحد من الصحابة إلا وقد لأبي بكر رضي الله عنها ما هو نظيرها، يعني ما هو مثلها أو ما هو أعلى منها. فأبو بكر رضي الله عنه له من المنزلة والمكانة والفضل ما ليس لأحد من الصحابة. يدل لذلك ما في الصحيح من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه في قصة ما جرى بين عمر وأبي بكر رضي الله عنهما من الاختلاف، فإن أبا بكر أسرع في عمر فغضب ثم اعتذر فلم يعذر، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه الخبر، فجاء عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد
تغيظ على عمر: لقد جئتكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وعدد من فضائله صلى الله عليه وسلم ما تميز به عن غيره، ثم قال: فهل أنتم تاركوا لي صاحبي، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي، فلم يؤذ بعدها. وهذا من أدل الأحاديث على خصوصية أبي بكر بالفضيلة والسبق. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. المقصود أن أبا بكر رضي الله عنه دلائل فضله أكثر وأثبت، أثبت من حيث النقل وأكثر من حيث العدد. ولذلك قال المؤلف رحمه الله: لكنما الصديق منهم أفضل. وهذا أمر مشهور معروف حتى في زمن الصحابة، فإن علي رضي الله عنه لما سأله ابنه محمد بن حنفية من خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أو ما تعلم؟ قال: لا، قال: أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: عمر. وهذا منقول عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أوجه كثيرة. المقصود أن عليا رضي الله عنه نقل عنه نقل متواتر أن أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر، وقد قال وهو على منبره في الكوفة بين أصحابه: لا أتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد الفرية. وهذا أبلغ ما يكون من إثبات الفضل، فإنه يقوله في وقت ظهوره وولايته وأمنه من المخالفين كما يزعم من يزعم. ثم قال بعد ذلك: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل. بعد أن فرغ المؤلف رحمه الله من تقرير ما يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم، انتقل إلى بيان عقده في كلام الله القرآن. والقرآن مصدر، ويراد به القراءة الفعل، ويراد به المتلو المقروء. وقوله رحمه الله: وأقول في القرآن، أي في المتلو المقروء، وهو كلام الله تعالى. وقد وصفه الله تعالى بأنه كلامه في كتابه، قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال تعالى: يحرفون الكلمة عن مواضع. والمقصود بالكلم كلام الله جل وعلا. فسمى الله تعالى القرآن كلاما وأضافه إليه، فهو كلامه الذي تكلم به جل وعلا. هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة في القرآن. المؤلف يقول: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته. آياته أي آيات القرآن الكريم. وهذا يدل على تقيد المؤلف، تقيد الناظم في اعتقاده بما جاء به النص، وأنه لا يتجاوز ما دلت عليه النصوص، لا برأي ولا باجتهاد، إنما يتقيد بما جاء به قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: وأقول في القرآن، يعني أعتقد. والقول هنا المقصود به الاعتقاد، فالقول يطلق ويراد به ما يتلفظ به الإنسان، ويطلق به ما يدين به وما يراه وما يعتقده. فقوله: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته، أي أعتقد في القرآن ما جاءت به آياته، أي ما تضمنته آياته من بيان ما يجب اعتقاده في القرآن الكريم. ثم ذكر أمرين مما يتعلق بالقرآن. قال: فهو الحكيم المنزل. فهو أي القرآن الحكيم، وفي بعض النسخ الكريم، وفي بعضها القديم. أما الحكيم والكريم فقد جاء بهما القرآن الكريم. قال الله تعالى: وإنه لقرآن كريم.